في قصة مهمة حصلت سنة 63 لا يتحدث عنها أبدا أحد في مصر. هذه القصة تخص المغرب والجزائر وحرب الرماية. المهم اختار عبد الناصر انه يدعم طرف في هذه المعركة وهو الجزائر. واتهان الجيش هناك، وتم أسر عدد من الجيش المصري منهم طيارين مصريين في فضيحة كبيرة. من بين الأسرى كان محمد حسني مبارك. رحت الجزائر رئيس بومدين قال لي مصر مش عارف مصر. قلت له يا رئيس انت مصر عملت لك كتير انا مش عاوز اتكلم عنها. هو دخل هاجم في الاول يعني. المهم قلت له طب بس اديني فكره عشان انا هروح للملك الحسن. ورحت للملك الحسن كلمت معاه قال لي هو في قوات موجوده في المكان الفلاني وعلى 300 كيلو من حدوده من حدود الجزائر دخلوا في الارض في الصحراء. قلت للرئيس بومدين ده دلوقتي هو محاصر القوات انا اقدر اقنعه يفتح لك الباب ده بعد ما ايه رايح جاي يمكن في اليوم مرتين يفتح لك الباب وانت ليك 2200 عسكري و106 معده. الملك حسن ممكن ياخدهم وعلى التلفزيون يفضح يتكلم بقى الدنيا واعتقلنا وبتاع. انا رايي تطلعوا. قال لي يعني ابقى مهزوم؟ قلت له لا هروح اقعد معاه مفيش حاجه مهزوم ولا منتصر. قلت له سيادة الرئيس الخريطة انت ما قلتليش عندك كذا ما عندكش كذا. اه اتفضل الملك الحسن بعتها لي. قال لي طيب وانا اعمل ايه؟ قلت له اسمع ممكن اقنع الملك الحسن انه يفتح لك البتاع وتخرجه وما عنديش مشكله ما تسويش تحط لي 2200 واحد هنا وما عنديش هيستولى عليهم وهيطلعهم على التلفزيونات. قال لي طيب انا رحت الملك الحسن تعبنا الله يرحمه الملك الحسن قعدنا الاربعاء صباحا لما وافق وبعت لهم قلت له موافق وفتح لهم الفتحه وخرجت القوات ومشي. قلت له هتذيع تقول ايه؟ الملك الحسن كان يعني بيني وبين ود بقى كنت اول مره التقي معاه. قال لي هقول ان قواتنا دخلت تفريتي دي ولا اسمها تفريتي وهناك وخلاص مش هجيب سيره الجزائري. هذا الفيديو الذي سأعرضه عليكم بعد قليل كنت قد حملته على هذه القناة ونال حوالي 1,000,000 مشاهدة تقريبا، ولكن للأسف حجم التبليغات التي وصلتنا من الجارة الشرقية هو الذي دفع اليوتيوب إلى محوه نهائيا، واليوم أعيد عرضه عليكم من الأرشيف. فرجة ممتعة. هي واحدة من الأحداث التاريخية التي سوف يطمسها الإعلام العربي والمصري بصفة خاصة. إنها قضية إلقاء القبض على الرئيس المصري السابق حسني مبارك في حرب الرمال، وهي الحرب التي ستساعد فيها مصر ستساعد فيها النظام الجزائري ذو التوجه الإيديولوجي المشابه للإيديولوجية المصرية التي كان الزعيم عبد الناصر هو من يمثلها في العالم العربي. جمال عبد الناصر الزعيم المصري الذي ادعى بأنه المسيح المخلص في الستينات وفي السبعينات كان يقف على طرف العداء مع كل أنظمة الملكية وكان يعتبرها مجرد أنظمة رجعية تابعة للإمبريالية الدولية عكس نظامه الاشتراكي القومي التقدمي. لكن الأيام سوف تبين لنا هشاشة هذا الفكر، فسقط نظامه وعاشت بعده كل الأنظمة الملكية في الخليج العربي وكذلك في المغرب. الشعب العربي في المملكة السعودية، الشعب العربي عليه مسؤوليات. هم سموه المملكة السعودية، هو ما سماش نفسه المملكة السعودية، هو في الجزيرة العربية. من أول يوم لغاية امبارح الخسائر اللي عندنا 136 ضابط وعسكري، الضباط 21، الجنود 115، كل واحد فيهم جزمته أشرف من تاج الملك سعود والملك حسين. الأيام من تلقاء نفسها سوف تدمر التوجه القومي الاشتراكي عكس ما كان يظنه هذا الشيوعي عبد الناصر ومثيله من الزعماء في الأنظمة العسكرية الاشتراكية ذات الأفكار المتحجرة والخطابات الشعبوية العاطفية. فقد خسر هذا الرجل خسر حربين ضد إسرائيل، الأولى في سنة 1948 والثانية في سنة 1967. عبد الناصر 63 أرسل جنود مصريين في حرب الرمال اللي حصلت ما بين الأشقاء في الجزائر والمغرب مع كل أسف يعني، ومع كل أسف برضو تخلى عبد الناصر على دور المفروض تلعبه مصر في وقت زي ده وهو وأدي الفتنة حقن الدماء ما بين الأشقاء ومحاولة الصلح.
واختار عبد الناصر مش اختارت مصر. مصر ما تختارش شعبنا مغيب يا ابني، احنا ايه، احنا الشعب ده عايش اللهم مالك الظالمين بالظالمين واخرجنا منهم سالمين. المهم اختار عبد الناصر انه يدعم طرف في هذه المعركه وهو الجزائر، رغم ان علاقته كانت قويه جدا بالمغرب، كان بيستقبلهم بحفاوه كبيره، وكان ملك المغرب بيسمح لكل الفنانين المصريين يروح ياخدوا منه عطايا وبتاع ويعملوا عنده جلسات، عبد الحليم وغيره، العلاقه قويه جدا. لكن القصه دي متعلقه بمبارك اكتر من عبد الناصر، انا بحكي لك بمناسبه مبارك يعني والذكرى ال 12 للثوره. علاقه كانت قويه جدا مع المغرب والجزائر، لكن عبد الناصر انحاز للجزائر. دي مشاهد مثلا من زياره الملك المغربي الحسن الثاني وقتما كان وليا للعهد سنه 59 لمصر. العلاقه كانت زي العنب يعني. رحب السيد نائب الرئيس بسموه وهنأه بسلامة الوصول. وفي اليوم التالي استقبل الرئيس جمال عبد الناصر بالقصر الجمهوري بالقبة سمو الأمير الحسن، ورحب بزيارته وهنأه بسلامة الوصول. وقد أهدى الرئيس الضيف الكبير قلادة الجمهورية بمناسبة هذه الزيارة. وفي المساء أقام الرئيس جمال عبد الناصر مأدوبة عشاء كبرى لسمو الأمير الحسن ولي عهد المغرب. وقد استقبل الرئيس ضيفه الكبير عند وصوله الى القصر وبرفقته المشير عبد الحكيم عامر نائب رئيس الجمهوريه، وشهد المقابله الدكتور محمود فوزي وزير الخارجيه. هذا المشهد في استقبال الملك محمد الخامس ملك المغرب. وعلى طول الطريق احتشدت الجماهير الزاخره تهتف بحياه جلاله الملك والرئيس والقوميه العربيه والوحده العربيه والتضامن العربي. وبينما ظاهر الحفاوه البالغه وصل الركب إلى القصر الجمهوري الذي أعد لضيافة جلالة الملك. وفي داخل القصر أمضى العاهلان العربيان بعض الوقت في حديث ودي لحضور السيد عبد الله إبراهيم رئيس وزراء المغرب وكبار الشخصيات المغربية. وفي المساء صاحب الرئيس جمال عبد الناصر جلالة الملك محمد الخامس إلى قصر عابدين لحضور مأدوبة العشاء التي أقامها سيادته تكريما لجلالته. وفي اليوم التالي غادر جلالة الملك والرئيس القصر الجمهوري في سيارة مكشوفة لأداء فريضة صلاة الجمعة بالجامع الأزهر الشريف. وشق الموت بشوارع القاهرة التي احتشدت بالجماهير الغفيرة، وقد أخذت تحيي ضيف الجمهورية العربية المتحدة ورئيسها هاتفة بحياة القومية العربية والنضال العربي. رغم كل الحفاوة والحب والاستقبال الجماهيري، ورغم أن علاقة عبد الناصر بالمغرب قوية والجزائر بعد استقلالها كانت قوية، إلا أن عبد الناصر اختار أن يدعم طرف في هذه المعركة وأهان مصر وجيشها في هذه الحرب اللي هي حرب الرنان. عبد الناصر أرسل قوات من الجيش المصري لتلك الحرب اللي كانت بين الأشقاء الجزائر والمغرب. المهم عبد الناصر باع الجيش في الحرب الرمال بين الجزائر والمغرب، وتهان الجيش هناك زي ما تهان في اليمن، وتم أسر عدد من الجيش المصري منهم طيارين مصريين في فضيحة كبيرة. ده اللي أدعيته بقناة الأنباء وقتها، وتم تخبية وحان الشعب، وتم عرض ناس من الذين تم أسرهم منهم طيارين، زي وكالة الأنباء الفرنسية عرضت الأسرى المصريين. تعرف أنت، بقولك لو في مليون دلوقتي بيتفرجوا، وإحنا بفضل الله بيشوفنا عدد أكبر من كده بكتير بفضل الله، أكتر من 99% منهم ما يعرفوش أي حاجة، وتم أسر مصريين. كل القصة دي رايح لك لمبارك، تقولي لا رايح لك وكالة الأنباء الفرنسية، وهي تستعرض الأسرى المصريين اللي أسروهم المغاربة في حرب الرمال اللي كانت بين الأشقاء الجزائر والمغرب. مساعدة فنية. شرطة البريس نشرت صور الجنود والضباط اللي تم إلقاء القبض عليهم المصريين اللي بعتهم جمال عبد الناصر، والشعب ما يعرفش أي حاجة. أقول لك أنا بكلمك كان في 23، الشعب ما يعرفش أي حاجة برضه. دي صور للطيارين اللي تم أسرهم في تلك الحرب. ها؟ دي صور الطيارين اللي تم أسرهم في تلك الحرب. دي صور اللي خرجت لحوالي 4 أشخاص. لكن شهادات تتحدث على إن من بين الأسرى كان محمد حسني مبارك. واحدة من تلك الشهادات شهادة واحد من أبرز الطيارين المغاربة وقت تلك الحرب، ضابط مغربي اسمه صالح حشاد. جاء الخبر بأن هليكوبتر حط في نواحي اليهود، والقائد لم يسمح للطيار أن يقلع بالحوثيين، وكان أفطر في مراكش، فطلب من طيار وهو طيار صديق، قال له بالحرف: اذهب فأتني لهذه الضباط
إن لم تأتيني بهم فأقطع لك رأسك. هو بالضبط في مراكش، وكان من بين هذا الضباط الرئيس الحالي لمصر. الضابط اللي قضى عليهم في صحيفة العالم ذكر القصة قبل أيام. لكن لا كان بينهم، كانت برتبة أظن هذاك الوقت ملازمة. أنت عايش هذه إحنا أنتوا في مراكش. البرنامج ده كان برنامج مهم جدا حقيقه، ربنا يجعله في ميزان حسناته من اروع اللي عمله، وهو ليه روائع كتير. الاستاذ احمد منصور شهد على عصر، هي حوى شهادات، لحق شهادات من الناس، هي ما تعرفش لو الناس دي ما شدتش كان ايه الوضع. منهم جنراتنا الكبار اللي بتمرمطوا، اللي انتصروا في الحرب وتمرمطوا. يلا المهم حبيت بس اقول لكم، اكيد كل الناس عارفه هذا البرنامج. لماذا شاركت مصر بهذه المعركه؟ الرجل كان في حالة ذهول، مبارك من اللي أسره في تلك الحرب. هيكل كتب في مقال في الأهرام عن مشاركة مصر ودعمها للجزائر. قوة بحرية مصرية في مياه الجزائر، وقوة المدرعات المصرية على رمال الصحراء تحت علم الجزائر. تحت علم الجزائر، حاربنا عبد الناصر بعت يحارب مع الجزائر ضد المغرب. بدأت كتابة هذا الحديث وليست أمامي النتائج الكاملة والمفصلة لمؤتمر باماكو اللي انتهت جلسته من ساعات في مالي، بعد محاولة شاقة للبحث عن مخرج الأزمة العنيفة على الحدود بين الجزائر والمغرب. تجد لها حلاً على الأقل توقف اندفاعها نحو الاصطدام المسلح واسع المدى. وصحيح أن البرقيات حملت قرار بوقف إطلاق النار، كما أن إشارات إلى نحو تجريد اتجاه نحو تجريد منطقة النزم السلاح، إلا أن ذلك مع أهميته وخطورته مجرد خطوة، ما زال أمامها الطريق طويل. وبالتالي فلست أعرف أي نوع من الرياح سوف يهب بذلك على الصحراء في أعقاب باماكو. موقفها مع الجزائر تدل عليه هذه اللحظات قوة من الأسطول المصري تتقدمها المدمرة السويس، ألقيت إليها القيادة الجزائرية المصرية المشاركة بحماية الشاطئ الجزائري، ثم قوة من المدرعات المصرية تقف الآن تحت علم الجزائر جنبا إلى جنب مع جيش التحرير الأسطوري، والأوامر الصادرة إليها من القاهرة أن يقوم قتالها فوق الأراضي الجزائرية وحدها ودفاعا عنها، هكذا بغير خفاء وبغير التواء. خد في شر أنت واللي مشغلك. دي بلد حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. ده اللي بيحكيه هيكل. وللأسف جيشنا اللي راح تلقى إهانة كبيرة بسبب هذه المشاركة، وشيء كان في غاية المهانة. قصة مش من اليمن بس، اليمن كانت فاجعة، لكن ما حدث في حرب الرمال كان فضيحة وصمت، زي ما صمت على حاجات كتيرة. في كاتب وصحفي تونسي ونائب في البرلمان اسمه الصافي سعيد كان بيروي تلك القصة، قصة أسر مبارك، حسب الشهادات اللي وصل ليه وكيف تم تسليم الأسرى المصريين وبينهم الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك. 60 مشفي 63 ألف حرس عاد في 63 64 في الخدمة في إسكندرية. حسن الثاني أتى بمفاجأة عجيبة لعبد الناصر. عبد الناصر كان يبعث طيران الجزائر وكان يبعث ضباط، والمغاربة ألقوا القبض على ضباط مصريين أسرى. الحسن الثاني أسرع عنده، وعندما نزل بمطار الإسكندرية نزل الحسن الثاني كان في استقباله عبد الناصر، ثم فتحت الابواب لكي ينزل هؤلاء الضباط الاسرى. من بين هؤلاء الضباط الاسرى حسني مبارك. دي روايه التسليم اللي حصل. ها نشوف ما ذكرته الصحافه المغربيه عن تلك الواقعه. بص انت حضرتك، بص احنا مغيبين قد ايه، فاهم ان الكارته كلها مرتبطه ببعض. احنا مغيبين جدا. عندما سقط الرئيس مبارك اسيرا عند القوات المغربيه في الصحراء، تعود تفاصيل واقعة سنة 63 التي شهدت توترا في العلاقات المصرية المغربية، وما دفع الزعيم الجديد لمصر جمال عبد الناصر الذي أطاح بالملك فاروق عام 52 إلى مسدد الجزائر بحربها ضد المغرب حرب الرمال. وصلت مصر قوة عسكرية تقدر بحوالي 1000 جندي وضابط إلى الجزائر، بينهم الكولونيل الطيار محمد حسني مبارك. وسط أجواء الحرب صعد الطيار مبارك وخمس ضباط مصريين آخرين على متن طيارة هليكوبتر التي كلفت باستطلاع الحدود الجزائرية المغربية ومنطقة القتال، وانطلقت الطيارة في مهمتها. انتهت الطيارة التي كانت تقل ضباط مصريين وجزائريين في الأجواء، وهنا اختلفت الروايات التاريخية حول ما حدث بعد ذلك. يقول البعض عاصفة رملية قادت الطائرة إلى مصيرها المجهول في صحراء المغرب، فيما يقول آخرون أن قائد الطائرة ضل طريقه. اضطرت الطائرة العسكرية النزول في أحد الحقول الزراعية جنوب شرق المملكة بالقرب من مدينة أرفود، وبعد دقائق وجدت ضباط المصريون أنفسهم محاطين بأصحاب تلك الحقول. أصبح مبارك ومرافقوه أسرى في يد سكان القرية، وبدأ ببذلة السميدان العسكري وهو على أكتاف رتبة كولونيل مصري وبصحبته ضباط سامون جمع سامي يعني بنفس رتبته. في خضم تلك التطورات طلب الجنرال أفقير من ضباط مغاربة إحضار مبارك وزملائه في أرفود إلى قصر مراكش. سريعا انتقل ضابط من المخابرات المغربية إلى موقع أسر الضباط المصريين ليجدهم مكبلين بالحبال ومربوطين إلى جذوع النخيل،
بل وحتى الهليكوبتر تم ربطها لجذوع النخيل وفق ما نقلته الروايات التاريخية. تحول الطيار الحرب المصري إلى رهينة في يد ساكنة الجنوب الشرقي، وبعد ذلك نقل المصريون إلى مراكش حيث معتقل دار المقري الشهير. وعندما علم الملك المغرب حسن الثاني بالواقعة ثارة، واعتبر ذلك دليلا واضحا على تدخل مصر في الصراع بينه وبين الجزائر، ليقرر استدعاء سفير بلاده في القاهرة ويطيح بالمعلمين المصريين من المغرب. انتهت الحرب وعاد العلاقات المغربية المصرية سابق عهدها، واستدعى جمال الحسن الثاني بعد زيارته الرئيس الأمريكي، وسلم الملك الراحل إكليل ورد الجمال عبد الناصر، وقال له حسب ما يروي عبد الهادي أبو طالب: هديتي لك أكبر من إكليل، إنها هدية من لحم ودم. وكان الرئيس المصري استغرب قدوم طائرتين، فإذا به يفاجأ بأن الطيارة الثانية تقل ثلاث عسكريين برتبة عقيد ضمنهم حسني مبارك الذي سيصبح رئيسا لمصر بالإضافة إلى باقي الجنود. مين يقول لنا على تاريخنا الحقيقي؟ إزاي دي تكون بلد؟ هل تم أسر مبارك فعلا؟ ليك حق تسأل. في حرب الرمال بين الأشقاء في المغرب والجزائر، الروايات المغربية المتواترة والمغاربية مش بس المغرب بتؤكد من زمن طويل، إيه التاريخ المزيف ده